ضمير. الأهلي بيكسب علشان عنده إدارة بتشتغل، وعلشان كلهم إيد واحدة، جمهور الأهلي ولاعيبة الأهلي وإدارة النادي الأهلي وكل المنظومة دي بتراعي ربنا في شغلها. وبص للملعب، وبص للبطولات، وبص للأهلي بيكسب ليه؟ علشان لعيبة النادي الأهلي لعيبة رجالة، علشان عايزين يكسبوا، علشان عندهم إرادة البطل زي ما قال الأسطورة والمحترم الكابتن محمود الخطيب. حلقتنا طويلة شوية النهاردة، فبدعو من حضرتك يعني تكمل الحلقة معايا للنهاية، ولو كنت جديد معايا في القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تبدأ الفيديو بالصلاة على الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عايز أوجه بس كلمة للأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عايز أقول له خف شوية، ولو عايز تعمل شماعات أو عايز تقدم مبررات للي بيصدقوك في نظرية المؤامرة فخليك في الطريق اللي انت فيه، لكن الكلام ده اعتراف مني أنا كواحد أهلاوي أو زملكاوي مش هتفرق، وكلمة حق في حق نادي كبير جدا اسمه النادي الأهلي. النادي الأهلي هو بطل إفريقيا ونادي عالمي، والكلمتين دول لازم يوصلهم لكل الناس. الأستاذ أحمد سالم أو الأستاذ إسلام صادق اللي بتقول إن في مؤامرة وفي ريحة كريهة وريحة وحشة وكلام يعني إحنا مش فاهمينه، يعني إحنا مش فاهمينه، حضرتك بتقول كده ليه؟ الأهلي اتغلب من اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي اللي فات، عادي جدا عادي جدا، هي دي كرة القدم، مكسب وخسارة، عادي ما حصلش حاجة، والأهلي بيتغلب عادي في كل مكان، مفيش مشكلة، بيتغلب زي ما بيغلب أكتر بكتير، فمفيش حاجة اسمها إن أنت تيجي تكلمني على التحكيم وتقول لي أصل معرفش إيه وبالتحكيم، لأ الأهلي بيكسب في الملعب. الحقيقة إن الأهلي بيكسب في الملعب، وده الفرق. لو بصينا بقى يعني لو نادي الزمالك بص لنفسه شوية وكل اللي هم عاملين يعملوا ده من كام يوم واحنا داخلين على مباراة مهمة جدا، كل تفكيرهم خارج الملعب، كل تفكير مجلس إدارة نادي الزمالك ولعيبة نادي الزمالك وإعلام نادي الزمالك كلهم بيفكروا برا الملعب مش في الملعب، كلهم ماسكين في كلمة الأهلي بيلعب في السعودية علشان المستشار تركي آل الشيخ بيجيب حكام تفصيل أو بيرش الحكام أو خليك في الملعب والعب في الملعب وانت هتكسب، وانت والحد محدش يعرف يظلمك، طول ما انت متفوق وطول ما انت قوي وطول ما انت فريق قادر انك تكسب محدش يعرف يظلمك. ده الفرق بين الأهلي والزمالك، هم عايشين في المؤامرات ومسكين في يعني في قصة المظلومية، لكن لو كنا ركزنا او لو كانوا مركزوا شوية وبصوا في ورقتهم بس كان ممكن نادي الزمالك كان يمكن يوصل لأي حاجة من اللي وصل لها النادي الأهلي الكبير. لو لعيبة نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك بيفكروا ازاي يجيبوا بطولة وازاي يسعدوا جماهيرهم كان زمان نادي الزمالك راسه براس النادي الأهلي، لكن دايما جمهور نادي الزمالك عايش دور المظلومية، اعلام نادي الزمالك عايش دور المؤامرة، فاكرين دايما ان هم مظلومين، فاكرين دايما ان الاهلي بطولاته حرام، فاكرين دايما ان الاهلي بيخسر طول ما هو بيلعب بره ما بيخسرش. لا، في فرق كبير لما تتكلم عن نادي اهلي بمنظومة باستقرار، باستقرار مالي، استقرار اداري، استقرار فني، في فرق، لان كل واحد في النادي الاهلي مكلف بحاجه بيعملها، محدش بيتدخل في شغل حد. طيب انا عايز بس اعرف حاجه يا جماعه دلوقتي، هو انا شايف انه في بوليكه كبيره جدا معموله على التحكيم، والمشكله ان البوليكه دي لما تتفرج عليها هتلاقيها معموله على ناس يحسبوا على اعلام نادي الزمالك او من مشجعين نادي الزمالك،
يعني من الآخر يحسب على نادي الزمالك. طب ممكن تقول لي السبب بتاعها، أو حد يكتب لي كده سبب واضح في التعليقات لاعتراض الزمالك على الحكم؟ على فكرة الحكم ده ظلم النادي الأهلي قدام الوداد لو تفتكروا في نهائي أفريقيا، وعلى فكرة اللي المفروض يعترض على الحكم النادي الأهلي مش نادي الزمالك. طيب اديني سبب واضح في ان انت بتقول ان النادي الأهلي بيكسب بالتحكيم او ما شبه، او يعني او ما شبه لذلك. قبل كام يوم من مباراة مهمة، ان احنا المفروض داخلين يعني كأهلي او زمالك تمام وقلبنا كله مع الفريقين، ونشوف مباراة كبيرة ومباراة تليق بنهائي افريقيا ومباراة تليق بنادي الاهلي ونادي الزمالك. خلينا نركز شوية في قائمة الفريق، مركزين في خطة الفريق، ده اللي احنا مركزين فيه. لكن انت تستفيد ايه لما تطلع تقول ان في شكوك حول الحكم كمتحدث رسمي عن نادي الزمالك؟ طب ما هي الشكوك ممكن نعرفها، يعني ممكن نعرف الحكم ده حكم مباراة ايه للزمالك وظلمه او اتظلم في فاول، في ضربة جزاء، في طرد، في انذار، في اي شيء في الدنيا من الممكن ان انت تفكرني بيه، فانا ساعتها امشي وراك ورا ناديك تمام. لكن الحكم ده ما حكمش ولا مباراة للزمالك، فحضرتك تطلع تتكلموا ازاي يعني؟ يعني تتكلموا كده. طيب يبقى انتم لما تتكلموا الكلام ده قصاد يعني قصدكم بيه ايه؟ هل قصدكم ان انتم مش في مصلحة الزمالك؟ هل قصدكم ان انتم بتشتتوا الفرقة؟ هل قصدكم بتحطوا شماعات زي ما طول يعني طول عمركم او طول عمر مسؤولي نادي الزمالك كانوا بيعلقوا شماعات للعيبة تحط عليك يعني تعلق عليها فشلك؟ ده انت يعني بتقول ايه؟ عشان احنا لو خسرنا، انت بتقول عشان احنا لو خسرنا نبقى ايه؟ احنا قلنا لكم من قبل المباراة. حضرتك بتعلق فشلك قبل ما تنزل الملعب تمام، بتعلق فشلك قبل ما تفشل في الملعب، زي اللي كانوا بيطلعوا يقولوا النادي الاهلي بيكسب بالسحر والشعوذة، وكانوا بيدوا للعيبة ذريعة ان في لاعب كان مشهور جدا وكان هداف مصر كان يطلع يقول لك اصل انا وانا بشوط الكرة على النادي الاهلي كنت بشوطها كده، بتطلع كده لان كان في اللي بيديله مبرر لفشله. فنادي الزمالك النهاردة بدل ما يقفل على الفرقة ويقول نركز زي النادي الاهلي ما هو مركز، ما يطلعش منه اي تصريح النادي الاهلي لو تشوفه كده عمل معسكر بيشوف حاله، ما طلعش منه اي تصريح لا على حكم ولا على الكاف ولا على مجلس ادارة نادي الزمالك ولا على عضو من اعضاء نادي الزمالك ولا لاعب من لعيبة نادي الزمالك. نادي الزمالك بس اللي ما تعرفش يعني بيعملوا في نفسهم كده ليه تمام. يعني يا عم ركز في نفسك قبل الطوبة ما تيجي في المعطوبة، وقبل ما يعني هقول لك ايه، يعني انا بدعو نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اللي بيفهم ما تمشوش ورا التفاهات والكلام ده. الناس دي بتضللكم والله العظيم تلاتة، الناس دي بتضللكم في الموضوع ده. بالمناسبة كمان قبل ما اختم الحلقة، النادي الاهلي على فكرة دخل في مفاوضات قوية مع مهاجم افريقي قوي، مهاجم افريقي قوي يعني بيقالوا عليه منفاسة، فده اللي هيصفر عنه الايام اللي جاية وهنتكلم عنه في الايام اللي جاية ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا اللي انتوا استكملتوا معايا الحلقة للنهاية، وقولولنا رأيكم عن الحلقة في التعليقات، ياريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. انا بشكرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.